تشتري البيت؟ ايه والله يا ابو سليم، بدي اخذ هذا البيت والبيت اللي جنبه، بيت ابو توفيق اللي ساكن فيه السيد غسان، فقلت بجي بحكي معك اول. بس بدك ما تواخذني استاذ زهدي، انا ما عندي غيره هذا البيت. بعرف بعرف ابو سليم، اوعك تفكر اذا صار نصيبه اخذنا لهذا البيت انه نطالعك منه دغري، اعوذ بالله. عندي عرض مرتب إلك وبظن رح يناسبك، مناخد لك بيت بداله بالشعلان، يعني منه أكبر ومنه بتتفرفت فيه. الأستاذ زهدي حابب ياخد بيتك وبيت أبو توفيق مشان يفتحهم على بعض، لأنه هو بيجي كتير زوار من فرنسا مشان يستقبلهم فيه، ومنه بيصير مقصد للمستشرقين. أنت بتعرف الأجانب عموما بيحبوا هذا النمط من البيوت، يعني الحارات القديمة والشام القديمة. مشكلة أنه أنا ماني متعود على السكنة إلا بهيك بيوت. معك حق أخي غسان، مو نحن تربينا بهي البيوت فإلها ذكريات خاصة عنا. أبو سليم شوف أي بيت عربي بالشام ونقي، وأنا مستعد أخذ لك إياه. وللعلم لو ما بيت أبو توفيق جنبه أنا ما كان إلي مصلحة بهالشروي كلياتها، فيا باخذ الاثنين سوا يا أما بلا. فشوف أنت تمنه للبيت وشو بيجيب رح أعطيك فوق النص، منيح هيك؟ وشو ما بيلزمك فيك تعتبرنا أخواتك. ايه شو عليه؟ ان شاء الله بيصير خير. تركوني تمنه وبرد لك خبر انا. لا نحن خلص دايما بدنا نمشي، خذ لنا طريق. تفضل. بيت عامر ان شاء الله. تسلم. يلا يلا. شرفوا عمي شرفوا. شرفوا. قصت علينا وليه؟ شو سمعتكم يعني من كبر البيت؟ ايه بدي بيعه للبيت. شو لك عند رجلي؟ وين بقلك بتقعدي؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شلون بدك يعني احكي معي؟ روحي ساوي شاي وليك. بس انا ما حخليك تبيع البيت. شو تفضلتي بوران خانو؟ مثل ما سمعت، ما حخليك تبيع البيت. وليك لا تخليني ضوج عليك يا. لك انت شو قصتك؟ انا مالي خدامه عندك، ما بصير لا اسال ولا احكي، بعدين انا بسالك بدك تبيع البيت بتقلي شو لك عند رجلي؟ لك ام ولادك انا، بدك تبيع البيت وتصرف حقه وتخلينا بالسقا؟ لك ما بعرف شو قصتك انت؟ دكاني وتركتها وابنك عم يشتغل عند خاله وقاعد عطال بطال. ولك انا عطال بطال وليك؟ انا عطال بطال؟ ولك انت ما بدك مصري من لسانك وبالك؟ ولك يا ابن الحرام يا ابن دربي سد ما يرد، بركي أهلك بيرجعوا بيربوكي من أول وجديد. ماشي يا سعيد، خلي إخواتي يعلموك كيف بتصير المناشئ. ولك روحي أحسن ما قوم طبشك. ها ليش هيك عم تحكي يا أبي؟ خلاص ولا ناس تعلمني شو أحكي. والله حرام عليك يا أبي، أمي شو عملت؟ ولك سد لبوزك، سد وضب لسانك. ما راح ضب لساني، حرام عليك، أمي ما عملت شيء. ولك قلت لك اسكت اسكت. خلص يا مو خلص، وصلني على بيت جدك. يا أبي الله يخليك، لا تخليها تروح على بيت جدي. ولك أنت ما بتفهم، ولك لمين طالع هيك ما بتفهم لمين؟ امشي يا مو امشي، في إنا الله. ولك الله ياخذك ويريحني منك على هون سبب، وأنت عيونك بدي تشيلهم إذا بتطلع فيني مرة تانية هيك. شو عم تساوي هون وليه؟ وريح شغلك يلا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بهالبيت. شفت يا أبي؟ الله لا يوفقه على هالعملة. بده يبيع البيت يا أبي. كفرت وقلت له بدك تبيع البيت وتصرف حقه وتخلينا بالشارع، قام ضربني قام ضرب كله. شو مجنون هون؟ الله يبلي إيديه بالكسر. بس لطفية لا تدعي عليه، أنتوا ما دخلكم لا تتدخلوا. شو ابن عمي؟ وين رايح؟ أبو عصام؟ يا بي شوفي جدي عم بيستناك. ساعة
السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا مقاسي. علي عمي ليش واقف برا؟ تفضل. لا معلش ما بدي فوت كلمتين ورضا طعون نبي الله يرضى عليك وهيك على السريقة. خير. أبي سعيد الله يرضى عليك. هذا اللي عم يصير ما منيح لا بحقك ولا بحق بنتي. ما منيح. لك ما عاد استحيت لا أنت ولا هي. لك بصير هيك؟ معلش عمي معلش. لازم تعلم تضب لسانك. ليش شو حكيت معك؟ هات ليش. شو حكيت معي؟ عم تسألني ليش ببيع البيت ولمين؟ ما دخل عمي. لك أبي هذا مو غلط. هذا بيته وبيت ولاده. أنت كمان ما تخاف على بيته وبيت ولاده. بس ما بيحق إلا تسأل يا عمي. لا بيحق إلا. عمي ما بيحق إلا. ليش؟ أنا هون. أنت رجال. هذا رجال بس من عياط وشياط. هذا رجال. لك وين شغلك؟ وين شغلك؟ قلي لشوف. عمي أنا رجال وبعجبك. وأنت كرامتك عندي كتير غالية. فبترجاك لا تغلط بحقي. بدك تفوت؟ لا ما بدي فوت. خليك جوا سليم. لا اطلع لا اجي. عن اذنك عمي فاصل على الجامع. يلا فانا مباركاتك والله. ما شاء الله حولك. جدي تفضل مشان الله فوت. لا معلش جدي معلش الله يرضى عليك. اسمع كلمة ابوك. هلا فلان تطلع لحتى يجي. بس يخلص صلاته بيجي بيشوفه. لا تنسى تمر على خالك عشان شغل الضباني. يا شيخ انا ما راح ابصم على شيء. هاي اعترافات اجت تحت الضغط والتعذيب. راح تبصم ورجلك فوق رقبتك. رجلي فوق رقبتك ما بتوصل يا سيدي من كتر الضرب. رجلي يا دوب ما بتوصل على الارض. سيدي في كلمتين لازم من كل بنت تذاكرهم. بسألك اسمع راح اسمع هدول الكلمتين وإذا طلع كلامك كلام فاضي والله لعلّع مشناتك. سيدي ما بتتعلق معكم هون. السقف واطي. السقف واطي؟ مزيان هاتوا لهالواطي لقلك. شو عم تحكي خالي؟ والله هذا اللي صار. بس بعزة الله لا تحاكي. جدي سمعوا كم كلمة هزلوا بدنه. وابوك ليش دبي البيت؟ شو بعرفني يا خال؟ ايوه خليك انت هون واصل على المغفر وراجي. حاضر يلا. عادو شو على شغله؟ يا نمس شو سيدي اللي شو عندك؟ يا سيدي اللي قبل كيف راح تخلصوني من هالوضع؟ لو تبيع حالك ما راح تخلص منها. طيب سيدي إيش كان أعطيتكم خبرية تقيلة مثلي خبرية بوسني ذهب. سمعني اللي قبل شلون بتخلصوني من هالمصيبة؟ منكتب محضر منقول فيه انت انسحبت قبل يومين ثلاثة للانتخابات والطابوسة من لبسة لغيرها وخلصنا. بس اوعك هالمرة تلعب بيديلك والله تكون اخرتك على ايدي. اعوذ بالله اعوذ بالله. سيدي تعرف بيت ابو توفيق اللي بحارة الضبل؟ شو بيت ابو توفيق؟ جهدي مستأجره. شو يعني؟ وحاطط غسان فيه. وبعدين البيت في سرداب والسرداب وراه حيط والحيط فيه حكايه والحكايه لها مفتاح والمفتاح عند الحداد والحداد بده بيضه والبيضه بط الزجي والزجي بده حبه والحبوب العليه والعليه مسكره فيها ضي بعكره. نمس الله وكيلك مثل ما عم اقول لك سيدي. البيت في سرداب والسرداب في حيط وورا هالحيط حكايه كبيره. وش كان طلع الموضوع؟ ما في وراء حكاية. ساعة تعملوا اللي بدكم يا سيدي. ماشي بيجي الليل ونتأكد. مزيان تعال نزلوا. كسي يا مزيان وشو شوي يا ولو يا مري دخيشو ورسلي والله صار الله مكي. السلام عليكم. أهلين بالعقيد. شو صار معكم بجودات عشان بنت أخي؟ اجاكم شي؟ حدا خبركم شي؟ والله لحد هلا ما جانا شي عقيد. بس استجد معنا شي منخبركم. ايوه ماشي. السلام عليكم. الله معك مع السلامة. سرداب ببيت ابو توفيق. لك والله ما بيجوز هيك يا هدى ما بيجوز. لازم تقيتي حالك.
شو رح ينفعك الزعل يعني؟ اه لسه حاطه الحزن بالجرن وقاعده. بدي ما عم طرنا تاكل يا ماما، ما عم طرنا. واخرتها معك لك بنتي، واخرتها معك.